بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام، إلى فاضل انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة، انطلاقة شوطنا الثاني عشر الخاص باللقاية القعداني المهجنات من ضمن أشواط هذه الفترة المسائية في هذا المهرجان وهذا الكرنفال الكبير والغالي على قلوبنا في جائزة زايد الكبرى. لننطلق مع هذه الأسماء، لنبحر مع هذه الشعارات، لنتابع هذه التحديات الكبيرة والمميزة. مقدمة الشوط والصدارة أتابع الذيب على المركز الأول، أسعد بن مكتوم بن سالم بن حميد الوهيبي على المركز الأول يتقدم ويتصدر المشهد في هذه اللحظات، بينما اللي على المركز الثاني أتابع القادم عتيم حمد بن حميد بن محمد العويسي يتقدم على المركز الثاني وينطلق. أبناء سلطنة عمان يعلنون حضورهم وبكل قوة في هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثالث أتابع القادم المتحرك في هذه اللحظات، مطيلان يتقدم، مبارك بن حمد بن مبارك المهيري ينطلق ويندفع بشعاره هناك ويتحرك راعي مطيلان. الدور دور اللي على المركز الثالث وتابع الواعي، مبارك بن راشد بن علي الشامسي يتقدمون، ينطلقون ابناء زاخر ويتحركون على المركز الرابع. المركز الخامس شوف القدوم، شوف الانطلاق، تحرك ووصل في هذه اللحظات مهند وعلي بزهيل اليابوني الظاهري يتقدم هذا الشعار الكبير، بينما اللي على المركز السادس في هذه اللحظات وصلكم بالقوبع ليتقدم مع ذاير مطر بن غانب بن مسفر بالقوبع المنصوري ليتقدم ولينطلق بهذه الانطلاق على المركز السادس. والمركز السابع بشوف معزز هو القادم، بدر بن سيف بن سالم الشبيبي ليعزز انطلاقته وحضوره، ولكن شوف القادم، شوف الواصل، وصل بن دري تحرك في هذه اللحظات بانطلاقة شهاب مسلم بن علي بن دري المنصوري يتقدم يتجاوز للمراكز الأمامية. الدور يا اخواني دور المركز الثامن، مرحبا يا مرحبا يا ابو سعيد، يا مرحبا يا بالكيلة يتقدم بهذا الشعار وبهذه الانطلاقة. شاهين احمد بن محمد بن روية الخيالي قادما بشعاره وبانطلاقته. المركز التاسع اتابع القادم، اتابع الواصل، وصل في هذه اللحظات واعلن لنا حضوره طلاع وناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي. والمركز العاشر تابعوا هذا الوصول، هذا الانطلاق من حديث راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وصل المتألق الذي هو دائما ما يكون حديث هذه الساحة. هذه الأسماء يا من تتابع ويا من تراقب لهذه الانطلاقة. الناموس يا أخواني وين الناموس يا أخواني؟ غالي، أي والله غالي، كيلو ونصفه الكيلو. يا من تتابع، يا من تراقب، 1500 متر هي ما يتبقى. يا من تتابعون هذه الانطلاقة المقدمة والصدارة، عتيم على المركز الأول، عتيم على المركز الأول، حمد بن حميد بن محمد العويسي يتحرك بمقدمة الشوط. المركز الثاني ينطلق مالك الذيب، أسعد بن مكتوم بن سالم بن حميد الوهيبي ينطلقون ويندفعون. أبناء السلطنة على المراكز الأمامية. الدور يا أخواني دور. المركز الثالث وصل بالقوبعة ليتقدم بشعاره مع الكيلومتر الأخير بانطلاقة وبحضور. هذا الشعار ذاير ذاير وطاير، يتقدم مطر بن غانم بن مسفر بالقوبعة المنصوري. روح يا بالقوبعة روح، والقادم في هذه اللحظات بالرشيد قادم، بالرشيد تحرك مع الهب، التهبت هناك المعركة. محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن العويسي 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 والقادم خطاف علي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري يتحرك والقادم.
والواصل في هذه اللحظات راهي حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. وصل بن حمودة بوصول كبير 500 متر الأخيرة بالقوبع وابن حمودة والقادم بن مرشد والعويسي وابن حمودة. ياهي معركة بن حمودة راهي ارتهى على الشوط راعي راهي سلالة شاهينية ماركة شاهينية دماء شاهينية أصيلة يا بن حمودة. حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري ظهر براهي وارتهى على الشوط راعي راهي. سلامي عليك يا بن حمودة، سلامي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، سلام لبن حمودة. سلام المركز الثاني، هناك انطلاقة اللي على المركز الثاني، كان الوصول هناك على ما يبدو لما بين شعار العويسي وكذلك هناك الوصول كذلك. إذن المركز الثالث عتيم حمد بن حميد بن محمد العويسي، والمركز الثالث كانت انطلاقة ورعد بشعار سعود بن حمد بن علي بن سعيد الجديلي، والمركز الرابع كان شعار مطر بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، والمركز الخامس كانت انطلاقتي وحضوري حديث راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. العودة إلى راهي وانطلاقته، إلى راهي واندفاعته. شعاري بن حمودة أعلن حضوره، أعلن انطلاقتي الكبيرة وحضوري هذا الشعار. حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري ومشكور يا المحير بي مشكور يا المخيبي مشكور على هذا الانتصار. من قدم لنا راهي توقيته الزمني لحظة وصوله هناك 7 دقائق 18 ثانية، 8 أجزاء من الثانية كانت لحظة وصول راهي بشعار هناك حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مشكور يا المخيبي مشكور. المركز الثاني أتابع هناك الوصول على المركز الثاني شعار العويسي، العويسي هو الحاضر على المركز الثاني بانطلاقته مع عتيم حمد بن حميد بن محمد العويسي، صمد حتى اللحظات الأخيرة. مشكور يا العويسي مشكور. 7 دقائق 19 ثانية بدون أي أجزاء، والمركز الثالث كانت لحظة وصولي وانطلاق اللي على المركز الثالث كان شعار الجديلي هناك مع رعد سعود بن حمد بن علي بن سعيد الجديلي، وأيضا توقيته 7 دقائق 19 ثانية بدون أي أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دايما.